اخترت لكم أيها الإخوة والأخوات الأعزة كلمة من كلمات الإمام الجواد عليه السلام، يبين من خلالها الطريقة السليمة التي نتعامل من خلالها مع مشكلة قد نواجهها في الحياة، بل لعل الكثيرين واجهوها لا سيما في مرحلة الشباب عندما تكون الكثير من الأفكار الإيمانية والصراعات النفسية تجول في خواطرهم، وبالتالي يشعرون بالمعاناة التي لربما يخجلون من طرحها على الآخرين خوفاً من أن يقال عنهم بأنهم قد حادوا عن الطريق. في هذا الحديث الإمام الجواد عليه السلام يشخص لنا معالم علاج مثل هذه المشكلة الفكرية والإيمانية التي قد يصاب بها الكثير من المؤمنين. يقول علي بن مهزيار: كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يشكو إليه لمماً. كلمة اللمم في اللغة العربية لها عدة معاني، منها معنى الذنوب الصغيرة والأمور الصغيرة، ولكن المعنى المراد هنا هي الخواطر والأفكار والوساوس الشيطانية التي قد تجول في خاطر الإنسان، يشكو إليه لمماً، أفكاراً لا تتناسب مع إيمان الإنسان، لمماً يخطر على باله. فأجابه في بعض كلامه، يعني الإمام عليه السلام: إن الله عز وجل إن شاء ثبتك فلا يجعل لإبليس عليك طريقا، وقد شكى قوم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمما يعرض لهم لأن تهوي بهم الريح أو يقطعوا أحب إليهم من أن يتكلموا به. أفكار وساوس ترتبط بالذات الإلهية أو بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله في قضايا قد لا يحب الإنسان المؤمن، بل حتماً لا يحب الإنسان المؤمن أن تجول بخاطره، ولكنها تأتي رغماً عنه. حين ذاك يعيش الإنسان حالة من الصراع: هل أعيش حالة من الكفر في هذه الحالة؟ هل أعاني من نفاق؟ هل أعاني من خلل إيماني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتجدون ذلك؟ قالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده، إن ذلك لصريح الإيمان، فإذا وجدتموه فقولوا آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا ينتهي الحديث المروي عن الإمام الجواد عليه السلام. فإذا كيف عالج الإمام هذه المشكلة التي يعاني منها الكثيرون في فترة من فترات حياتهم؟ أستطيع أن ألخص هذه المعالجة في نقاط. النقطة الأولى: الاستعانة بالله عز وجل. لاحظ أن الإمام في بداية كلامه قال: إن الله عز وجل إن شاء ثبتك فلا يجعل لإبليس عليك طريقا. أولاً الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، طلب مدد القوة من الله في مواجهة هذه المشكلة، لأن كل الأمور بيد الله وقلوب الناس بيد الله والهداية بيد الله عز وجل. هذه أول نقطة. النقطة الثانية: الإمام نبه هذا الشخص بأنك لست متفرداً، لست الوحيد الذي عانى أو يعاني هذه المشكلة، فلقد عانى منها أناس عاشوا وعاصروا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله، وعايشوا رسول الله صلى الله عليه وآله، عايشوا هداية رسول الله، سمعوا كلام رسول الله من فمه المبارك، وصاحبوا رسول الله بأجسادهم، ومع هذا، مع كل هذه الامتيازات عانوا من هذه المشكلة. فإذا لست أنت متفرداً فلا تشعر بالضيق، لأن هذه قضية قد يصاب بها الكثير من المؤمنين. هذه المعالجة الثانية. النقطة الثالثة: انظر إلى الجانب
إيجابي من الموضوع. أنت نظرت إلى الصورة بشكل مقلوب، هناك جانب آخر مخفي، ليس الجانب الظاهر، الجانب الخافي في القضية أنت غفلت عنه. ما هو هذا الجانب؟ أولاً، ما الذي جعلك تقلق كل هذا القلق بحيث تكتب إلي هذه الرسالة وأنت خائف وتشتكي؟ أليس هو إيمانك؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، ما الذي جعلك تلجأ إلي؟ يعني الإمام الجواد عليه السلام، أليس اعتبارك لي بأني على طريق الهداية وأني الذي أملك أن أهديك في هذا الأمر وأرشدك إلى الحقيقة؟ أليس إيمانك بموقعي الذي أمثله كإمام بالنسبة إليك وامتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي جعلك تكتب إلي؟ إذن هذه نقطة إيجابية أخرى تمتلكها أنت. ما هذا الأمر الذي تؤمن به وتخاف أن تفقده فكتبت إلي بهذه الرسالة؟ أليس هو الإيمان بالله ورسوله وبالقرآن وبالآخرة وبالحساب وبالجنة وبالنار؟ إذن إيمانك الراسخ هو الذي جعلك تكتب إلي. إذن أنت مؤمن وإيمانك قوي، ولكن هذه أفكار تأتي وتذهب وعليك أن تعالجها. بالتالي أنت تمتلك من قوة الإيمان ما تستطيع من خلاله أن تعالج هذه المشكلة وتطرد هذه الوساوس الشيطانية والباطلة والتافهة. النقطة الرابعة، لا تعر الأمر كثير عناية واهتمام، لأن عادة هذه الأفكار وهذه الوساوس الشيطانية تأتي وتذهب إذا لم يعرها الإنسان أهمية، ولكن كلما اهتممت بها أكثر وأعرتها أهمية أكثر وصرت تفكر بها أكثر وتقلق منها أكثر فإنها تتجذر وتنمو وتتضخم، وكلما أهملتها ولم تعرها الاهتمام ونظرت إلى الجانب الإيجابي منها كلما نجحت في التخلص منها بسرعة. النقطة الخامسة، إذا غفلت وحدثت لك مثل هذه الهواجس والأفكار فعليك أن تسترجع عناصر الإيمان الفطري عندك بأن تقول كما قال الإمام عليه السلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: آمنا، قولوا هكذا. تذكر هذا القول، كرر وردد هذا القول لأنه يعيد حالة الإيمان إليك والثقة بإيمانك. آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. في حديث آخر عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قلت له إنه يقع في قلبي أمر عظيم، فقال عليه السلام: قل لا إله إلا الله. قال جميل: فكلما وقع في قلبي شيء قلت لا إله إلا الله فيذهب عني. ولا تنس قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن تكرار هذه الأذكار في لحظات الغفلة أو لحظات هجوم هذه الأفكار أيضا من الوسائل التي بينها الإمام الجواد عليه السلام لمعالجة مثل هذه المشكلة. السلام على مولانا الإمام محمد بن علي الجواد الغصني من أغصان الشجرة النبوية الطيبة والفرع من الدوحة الهاشمية المحمدية المباركة، الإمام التاسع والنور الساطع والبدر الطالع المنتجب لهداية العباد والمجتبى لإرشاد العباد، الزكي بن الطيبين والتقي بن المطهرين، ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.